السلام والله عليكم. ان شاء الله سوف اشارك معكم طريقه زراعه البوتنجال. كما كتشوفوا معايا بعد ما قمنا بزراعته من البذور، ان شاء الله اليوم سوف اشارك معكم الطريقه الصحيحه من اجل انجاح هذا المشروع. صراحه المشروع الفلاحي المربح نظرا لبساطته من حيث التعامل مع هذا النوع من الخضر. هذه شتلة البوتنجال بعد ما قمنا بزراعتها من البذور أصبحت جاهزة من أجل زراعتها في الأرض المستدامة. إن شاء الله سوف أشارك معكم الطريقة الصحيحة لزراعة البوتنجال. صراحة من المشاريع المربحة لأن عليه إقبال. صراحة تكون هذه الخضر عليها إقبال في فترة الصيف، خاصة فترة الصيف، ويمكنك زراعته طيلة السنة. وكذلك مشروع لا يتطلب الكثير من حيث التكاليف أو المصاريف، يمكن لأي شخص القيام بها. مبلغ بسيط صراحة يمكنك البدء به. تقريبا سوف أعطيكم تقريبا تقديريا تقريبا 1000 درهم، أي 100 دولار يمكنك البدء بها. صراحة الأرباح، صراحة أرباح ما غاديش نقول لك أرباح، فهي أرباح خيالية صراحة على حسب الكمية الأرض أو مقدار الأرض التي تزرعه. فإذا قمت بزراعة تقريبا هكتار من الأرض سوف تجني أرباحا صراحة أرباح محترمة عن طريق تجربة، لأن بوتنجال عليه إقبال صراحة من حيث الاستهلاك في الصيف، عليه إقبال كبير صراحة. كما كتشوفوا معايا بعد المسافة من حيث الشتلة، والشتلة تقريبا 40 سنتيمترا. وكذلك بوتنجال يتحمل الظروف المناخية، يتحمل الحرارة تصل إلى 50 درجة، وكذلك يتحمل الأمراض. وواحد النقطة فيه ممتازة أنك كل أسبوع تقوم بالجني، كل أسبوع تقوم بالجني عكس الخضر أخرى مثل الفلفل أو زراعات أخرى. كل أسبوع تقوم بالجني، وطريقة الجني صراحة سهلة جدا، يمكنك جني في صناديق أو في أكياس. بالنسبة للصناديق حاليا بالنسبة للثمن ديالهم يصل إلى 5 دولارات إلى 50 درهم حتى 60 درهم، أي 6 دولارات. وهذا صراحة يمكنك جني تقريبا بالنسبة لهكتار واحد راه غادي تجني بزاف من الصناديق، تصل إلى 300 صندوق أو 400 صندوق إلى ضربتها في 50 درهم، غادي تعطيك واحد المبلغ صراحة محترم. يمكنك الجني كل أسبوع، وكذلك يستمر فترة الجني تقريبا تستمر 6 أشهر، وهذا أمر جيد كذلك. وكذلك من حيث التسميد لا يتطلب الكثير، قليل من البوتاس وسامة 33 وقليل من الأسمدة الأخرى. ومن حيث المياه لا يتطلب كثير، تقريبا ساعة في الصباح وساعة في المساء. والعديد من المميزات في هذا المشروع صراحة المربح الفلاحي، وخاصة في فترة الصيف يمكنك زرعه في فترة الصيف ابتداء من شهر 2 حتى شهر 12، فقط تجنب وقت الطقس البارد جدا، عندما تكون الطقس بارد جدا أي عند قسوة المناخ تنخفض درجة الحرارة فهو لا يتحملها. يمكنك زرعه من شهر 2 إلى شهر 12 تقريبا 10 أشهر، فهي ليست مدة قصيرة يمكنك زرعه فيها. هذه بعض معلومات من أجل زراعة البوتنجال، يمكن لك أي شخص القيام بها، سواء عندك أرض صغيرة أو تريد كراء أرض يمكنك الدخول في هذا المشروع، فهو المشروع لا يعرف خسارة عن طريق تجربة. وكذلك من عديد المميزات لأنه غير مكلف، وصراحة يمكن لأي شخص التعامل في هذا، سواء عندك خبرة بمجال الفلاحي أو ليست عندك خبرة بمجال الفلاحي. فقط المياه وقليل من الأسمدة وقليل من الأدوية، فقط على العنكبوت الأحمر هذا هو الدواء الوحيد الذي يمكنك إعطاؤه، وكذلك الدودة الخضراء، فقط هذه الأدوية التي يمكنك استعمالها. وكذلك فهو يعتبر صراحة من الأمر جيد، يمكنك زراعته والبدء به والاستثمار. كذلك يمكنك زرع هكتار فما فوق، فغادي يخلي لك أرباح خيالية. وبالتوفيق للجميع. أي تساؤل خليه لي في التعليق غادي نجاوبكم عليه.